معانا دلوقتي البشمهندسة إسراء حمدي، وهي مدير فرع شركة هاي كواليتي، وهي شركة راعية للمؤتمر في محافظة قنا. بنرحب بحضرتك بشمهندسة إسراء. كنا عايزين نعرف من حضرتك ليه شركة زي هاي كواليتي بتدعم مؤتمر مهم زي دوت؟ أولا بحب أشكر أصلا الراعي الرسمي القائم على مجهود المؤتمر ده، سواء رئيس جامعة جنوب الوادي، رئيس جامعة الفيوم دكتور محمود سيد، الناس كل أعضاء هيئة التدريس اللي بتشارك في مؤتمرات زي دي، أو إن هي بتقيم مؤتمرات زي دي، وبتتيح فرصة للشركات إن هي تبدأ إن هي تدخل وتعمل كونكشنز ما بين المجال العملي ومجال الأكاديميكس. الموضوع هاي كواليتي بتحب دايما ان هي تبدا ان هي تعمل كونكشنز ما بين المجال الاكاديمي ومجال البيزنس او المكان، المجال الوركينج الحوار نفسه. ده بيتيح فرصه ان احنا بنبدا نطور من المشاريع بتاعتنا، بنطور من فكرنا، بنطور من الار ان دي بتاعنا بتاع قسم الشركه. بيبدأ يبقى في كونكشنز ما بيننا وما بين الأكاديميكس عشان نبدأ نعرف نشوف إيه الريسيرش اللي إحنا وصلنا له حتى الآن. عايز أعرف إيه هي أصلاً دخل النانو تكنولوجي بحاجة زي الحاجات أو النشاطات اللي بتشتغل عليها الشركة، اللي هي زي نشاط الطاقة الشمسية؟ اولا الشركه شغاله في هي الكتروميكانيكال، فهي شغاله جزء من اجزائها وجزء من البرانش بتاعها رينوبل انرجي. رينوبل انرجي فيها سولار سيل وفيها سولار هيتر. السولار سيل نفسها اساس النانو تكنولوجي، الاندستري بتاعها اساس النانو تكنولوجي، بتتصنع. مفيش حاجه لحد دلوقتي على مستوى العالم خلت من حاجة اسمها نانو تكنولوجي، لأن هي بتدي افشنس عالية، بتدي كفاءة، بتدي كواليتي كويسة جدا. عايزين نشوف العالم وصل لإيه من خلال المؤتمر، أو وصلنا لإيه من جزء الابديت بتاع رينوبل انرجي، عشان نبدأ ان احنا نستغله ونحاول نعمل اكسبيرينس، أو نحاول نعمل حاجة مميزة عندنا في الشركة من عن أي شركة طبعا. كنت عايز اعرف ليه شركة هاي كواليتي بتثق في جامعة جنوب الوادي وبتشاركها في اكتر من مؤتمر؟ طيب هقول لك على سر. هو جامعة جنوب الوادي اولا صاحبة الفضل على هاي كواليتي في حاجات كتير قوي. اولا الستاف بتاع المهندسين بتاعها كانوا السنة اللي فاتت بيدرسوا في مشروع سوليدا. مشروع سوليدا كان قائم عليه جامعة جنوب الوادي. سوليدا كان رينوبل انرجي، جاست ان احنا بندرس كل حاجه عن رينوبل انرجي، سواء سولار سيل او سولار هيتر. المهندسين اتخرجوا من جامعه جنوب الوادي واخدين دبلومه سوليدا، بداوا ان هم يبداوا يشغلوا هاي كواليتي، ويبداوا ان هو يديها الافشنس والخبره بتاعتهم والاكسبيرينس اللي اخذوها. فبالتالي طبعا هي صاحبه الفضل عليهم، او صاحبه حاجه انجاز عليها طبعا هاي كواليتي. بلس ان هاي كواليتي بتثق جدا في جامعه جنوب الوادي، لان اعضاء هيئه التدريس سواء رئيس جامعه، سواء دكتور محمود، سواء عميد جامعة هندسة، سواء دكاترة هندسة أو رؤساء القسم، هي على كونكشنز بيهم كويس قوي، بتبدأ إن هي تبقى عايزة تفيد زي ما هي استفادت من الجامعة، سواء عملي أو أكاديميك. شكرا جدا لحضرتك، ونتمنى نجاح.